السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كليزلر 2017-2018، كان عندي مشكلة في اللمس، الآن تغير اللمس، غير اللمس والآن شغال ما شاء الله تبارك الله، يعطي خيرها ويكفي شرها. طبعا هذا المشكلة اللي تجي في اللي هو حقة الغراء، هذه عيوب الكليزلر الشروكي برضه. هاي طبعا الكليزلر، طبعا هذه الكليزلر، في نفس الوقت في عندنا برضو الدوش شارجر. هذه الدوش شارجر طبعا قد فكينا الشاشة ونضبطها له برضو، وهذه هي الكليزلر. باقي معنا فورد هناك، هذه الان الدوش شارجر، باقي الان ما فكيناها، نظفنا الغراء، بنفكها وننظف الغراء ونغير شاشه لمس، يعطي خيرها في شرها ان شاء الله. الرجال اشترك في القناه وتابعت كل جديد. اخوكم ابو الوي 0579 3732.